من المواقف المحيرة جدا إن اللي قدامك يغلط فيك غلطة تخليك تلجأ إنك تاخد حقك. مش قادر أسامح، ما ينفعش أسامح، أنا بظلم نفسي إن أنا بسامح دلوقتي. بل أقول لك على حاجة تانية، أنا بأذي اللي قدامي لو سامحته، أنا لازم أقفلك وآخد حقي منك. فالحائر بيقول بس أنا نفسي أبقى في أعلى درجات اللي يعني المؤمنين، مش العفو أولى؟ أيوة نعم العفو أولى، بس أنت ممكن تعفو بعد ما تاخد حقك. مرة كنت بخطب الجمعة وبعدين كنت بتكلم عن التسامح وكلام فيه تشجيع أن الناس تسامح بعضها، بعد ما نزلت من على المنبر جالي راجل محترم وقال لي أنا كلامك كلام ربنا كلام جميل، بس أنا مش قادر أسامح أخويا اللي أكل ميراث أبويا ومعيشني أنا وعيالي في ضنك وهو عايش في الملايين، أسامحه إزاي؟ وانفعل، عنده حق، هو نفسه يبقى الكلام اللي أنا بقوله على المنبر ده بس مش قادر. قلت له ما تسامحوش طبعا، ارفع عليه قضية وراه لغاية ما تاخد حقك وحق عيالك. هو لو اختار يسامح ربنا يكرمه تقبل منه، ده أخلاق الأنبياء. بس لو قرر ياخد حقه، هو قرر ياخد حقه رقم واحد لأنه مش قادر يطيق صدره، مش قادر يطيق التسامح. وهنا الشريعة عشان ما تحترش راعت مصالح الناس وحقوق الناس، مش كل مرة هقدر أسامح في حقي وحق عيالي، مش كل مرة هعرف استوعب الإهانة دي وما أقفش واقفة. الواحد بيسرق شغلي وينسبه لنفسه ويكتبه في التقرير ويرفعه للمدير، أقف عندك هنا يا مدير الراجل ده بيكذب حقي، فأنا مش قادر أسامح. رقم اتنين، هو ما قدرش يسامح لأن ده يخلي أخوه يتصارع، فلازم يقف له ويروح للسلطات للمحكمة ويرفع قضية، الراجل ده بياكل مال، ده أكل مال أخوه دمه ولحمه، مش هياكل مال الناس برة. كان أبو زياد أو سيدنا زياد كان يقول يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول بملء فيه لا. يعني الرجل يعجبني لما يجوا على حقه ويقولوا بس هو كده ده حقك ما تتكلمش اليوم، لا حقي مش كده، أنتوا بتسرقوني. واحد اسمه أبو عزة غدر بالنبي مرة فسامحه، في الغدرة الثانية قال له النبي أبدا لا أدعك ترجع إلى مكة تمسح عارضيك وتقول سخرت بمحمد مرتين، لازم ناخد حقنا منك. بس العلماء هنا قالوا حاجة مهمة قوي، قالوا لو أنت هتاخد حقك من اللي ظلمك في ضابط مهم جدا مذكور في كذا آية في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، مثلية تامة تاخد حقك بس. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكأن العفو أولى بس مش قادر. ففي بعض المواقف لازم الراجل يدخل العيلة لأن مراته غلطت غلطة مش قادر أسامح ومش عايزة تعتذر، أو الست تدخل أهلها وتقول تعال نقعد قعدة رجالة، الراجل ده بيهني وأنا عايزة حقي أعيش بكرامة، سامحي معلش. وأيوة ما هي لو سامحت النهاردة تضرب بالقلم بكرة، بعدين عيالها مش هيتصرف عليهم، فلازم أقف وأجيب حقي. وده لا يتنافى مع العفو لأن بعد ما الموضوع يتصلح أنت على دماغي من فوق، أنا عملت كده عشان أحافظ على العلاقة معاك، أنا عملت كده علشان بعد ما نتطلق ولا بعد ما نتخانق ونضرب بعض وننزل دم من بعض هنقول هو إحنا عملنا كده ليه؟ مش كنا وقفنا لبعض في الأول وكل واحد كان عارف حقه واللي ليه واللي عليه وما وصلناش لكده؟ ما هو أحد المشاكل اللي بتكبر المشاكل عدم الوقفة ومعرفة حدود الحقوق في وقت معين. فآه في بعض الأوقات لو وسعك مش قادر تسامح الشريعة بتحافظ لك على حقك، خد حقك. وآه لو أنت شايف أن التسامح ده هيفرعن الشخص ده عليك وقف وخد حقك، ولكن أهم حاجة عشان ما تحترش الضابط المثلية التامة والعدل التام بمثل ما عوقبتم به. وأتمنى يكون الخلاصة دي واضحة ريحت بال كل حاجة.